صفقة انتقاله للنادي الأهلي نشوف. ماركوس ليندرجس ده صحفي سويدي وكان من أكتر الناس اللي بتتابع صفقة وسام أبو علي للنادي الأهلي وكتب كثير الكواليس في هذه الصفقة. نسأله أكتر عن كواليس إتمام الصفقة للنادي الأهلي. أعتقد أن صفقة انتقال وسام هي صفقة جيدة. هو لاعب رائع يستطيع أن يقوم بالكثير من المهام في الملعب. هو رأس حربة ممتاز قادر على إحراز العديد من الأهداف من كل الزوايا كما رأيتم. يتمتع بقوة هائلة، لعيب سريع وقوي، فبالتالي أعتقد أنها صفقة جيدة بسبب أنه قد أحرز بالفعل العديد من الأهداف من الأندية السابقة. أعتقد أن أسلوب لعب وسام مناسب جدا، أسلوب، لذلك أعتقد أنه سيكون إضافة ونجاح كبير للنادي الأهلي. طيب، كلام كتير اتنشر الفترة اللي فاتت أنه اللاعب يعاني من مشكلة في القلب بسبب حادثة حصلت له في إحدى المباريات في الدوري الدنماركي سابقا. هل اللاعب تعرض لأي مشكلة في السويد خلال فترة لعبه مع نادي سيريوس؟ هل اللاعب بحسب معلوماتك عنده أي مشكلة في القلب؟ نعم، ولكن كان هذا قبل مرحلة السويد، كان منذ عام تقريبا. أعتقد أنه أتى بشكل سليم، لعب 16 مباراة، أحرز 10 أهداف، أدى أداء مذهلا، فبالتالي لا أعتقد أنه يعاني من أي مشكلة. كان هذا أمر قديم، أنا متأكد من ذلك. طبعا يعني كون الإعلام السويدي يعني يشيد بالصفقة وهم متابعينه أكتر مننا يعني، وبرضو تحدث عن الإشاعات اللي حب البعض برضو يضرب الصفقة في ويسممها بهذه الأخبار، وقال إن الكلام ده قديم وإنه شافيها تماما ولعب بعديها وزاد تألقه. بس أنا عايز أكد معلومة مهمة جدا برضو في هذه الصفقة، من ضمن المزايا والمرونة نتيجة حرص اللاعب على انه يجي النادي الأهلي انها مشيت بتقسيط مريح جدا على النادي الأهلي، حوالي 3 سنين. على 3 سنين للنادي السويدي. وده يعني معناها انها نفسها هادي. احنا عايزين، بس انا يعني بحزن شوية في حتة الليل الإشادة بالمستويات الفنية، مش عايز يعني عايز كل حاجة تاخد سياقها والناس واحدة واحدة قناعاتها تتبني بالنجاح اللي هيقدمه بإذن الله. إذن في الصفقة دي 3 نقاط بارزة جدا الأهلي كان حريص عليهم وجنت الثمرة الأخيرة. كان حريص على الاطمئنان على صحة اللاعب وسلامته 100%. أمير توفيق لو تفتكروا لما اتكلم معانا الحلقة اللي فاتت من السويد قال لك اتأكدت من كل الفحوصات الطبية والتقرير الطبي الخاص بيه من النادي بتاعه. رقم 2، لما نزل هنا أمير عنده تعليمة ثابتة من الكابتن الخطيب في كل الصفقات اللي فاتت إنه ما في عقد يتفعل إلا بعد الاطمئنان الكافي والتام على الفحوصات الطبية الدقيقة. عشان كده خضع وسام أبو علي لفحص طبي دقيق من كافة الاستشاريين المختصين في كل التخصصات اللي أثبتت سلامته التامة، وعشان كده تم تفعيل العقد. النقطة الثالثة، النقطة الاقتصادية أو المادية اللي المهندس عادل أشار إليها، اللي بعد كل الاتصالات اللي طولت مع الجانب السويدي تم الاتفاق على قيمة الصفقة. هي على فكرة أقل بكتير جدا مما يتردد في وسائل الإعلام، بس الجانب المريح جدا أن الصفقة قيمتها تسدد على 3 سنين، وده شيء مريح شوية أو كتير للنادي. شوف أستاذ إبراهيم، يعني الموضوع بتاع الكشف الطبي. تذكر إن جه لعيب عندنا اسمه يعقوبه. وكان لعيب كويس جدا. أيوه. والكشف الطبي المتكرر قال إن عنده إصابة لم تعالج.
بيلعب عليها، وهو بعد كده راح للصين وتألق بيها. ولكن على رأي الدكتور محمد شوقي قال مين اللي كان يقدر ياخد على مسؤوليته انه يعرف ان في اصابه لم تعالج ويمرر اللاعب طبيا كويس، فهكذا يكون الحرص على سلامه على فكره الصفقة طبيا. دي نقطه مهمه جدا، ربما كان من الامانه المهنيه ان انا هنا انقل لكم تفسير الدكتور احمد ابو عبله طبيب الاهلي وقتها اللي عمل الكشف الطبي على يعقوبه، لان بسمع كتير في البرامج كلام فيه شيء من الإدانة لأحمد أبو عبلة، أديك مشيت اللاعب وهو راح تألق في الصين. سألت الدكتور أحمد أبو عبلة قال لي كانت بالنسبة لي الأشعة والفحص واضح جدا بالنسبة للمرض اللي عنده، عرض الأمر على الدكتور محمد شوقي فكان رأيه الاستعانة برأي آخر لأحد المختصين الكبار، كان رأيه مؤكد لرأي الدكتور أحمد أبو عبلة، فخلاص أنت مش هتقدر تقدم على حاجة زي كده. كون ان اللاعب ينتقل لاحد الانديه الصينيه، على فكره هو انتقل اعاره مش بيع، يعني ربما كانت المساله وفقا لراي النادي الصيني هو حر في تقدير الموقف بالنسبه له. واحنا على فكره عرضنا انه يجي اعاره بنيه البيع، رفض النادي بالزبط. بتاعه بالظبط. كابتن الخطيب عرض ساعتها انه يتم استعاره يعقوبه لمده سنه للاطمئنان عليه، النادي رفض وكان عايز يبيع باي شكل، لكن الجزء الطبي الأمانة المهنية تقتضي إن احنا نقول رأي الدكتور أحمد أبو عبلة تم تأكيده برأي أحد الكبار المختصين اللي لجأ لهم الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة المشرف على الملف الطبي في النادي. عشان كده أعتقد وسام أبو علي بعد الإطمئنان على سلامة أوراقه الرسمية كفلسطيني بالباسبور المستخرج من رام الله واللي تم إرساله لاتحاد الكرة وتم اعتماده قبل إبرام الصفقة، عشان كده يمكن أمير توفيق قال المرة اللي فاتت إن الأمور مرت بكتير من التفاصيل اللي كان مهم الاطمئنان عليها قبل ما أنت تدخل في الديل النهائي مع النادي السويدي. ثم كان التقسيط على 3 سنين مسألة راحة كبيرة لخزينة النادي الأهلي للوفاء بالتزاماته في الفترة الجاية إن شاء الله. طب الرأي الفني بقى، أعتقد لا يفتى والشيخ طه إسماعيل في المدينة، نشوفه. ما يخص فندم وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي الجديد؟ يعني أنا ما أقدرش أحكم من التسجيلات، لكن يعني الكلام اللي بيتقال عليه، أولا شكله أنا شايف شكله سليم كده، يعني من ناحية الجسم مهم جدا الرشاقة وخفة الحركة موجودة في المهاجم، فأنا شايف أنه هو ممكن يفيد النادي الأهلي بشكل كويس. النادي الأهلي الحتة دي اللي ناقصها، احنا بنخلق فرص كثيرة جدا، الاهلي بيخلق فرص كثيرة في المباريات، لكن المردود في التهديف اقل كتير جدا، وفي كثير من الاحيان يمكن اللي يسجله اللي على الاطراف، يعني ما عندناش حد في العمق بيسجل، كان لما موجود بكهربا برضو كان بيأدي بشكل كويس برضو، لكن اعتقد لو ده يعني مهاجم بالمواصفات اللي معمولة له عليه اعتقد هيبقى مكسب للنادي الاهلي كبير جدا ان شاء الله. أنا أوافق دكتور طه من البدري، يعني من المبكر إنك تحكم عليه فنيا بشكل حاسم، ولكن أنت بتشوف تحركاته، قفزته، طريقة التعامل مع الكرة، ضربات الرأس، الرشاقة زي ما بيقول، سرعات في الموقف واحد مع واحد، بتدي لك دلائل بتقول لعيب صغير في السن لياقته وسرعاته كويسة معقولة وعنده الرشاقة وعنده الحسم في التعامل مع الكرة. هيوفق إزاي؟ يا رب يوفق، يا رب يوفق، ويا رب نكون هاديين شوية، لأنه رفع سقف الطموحات يا جماعة والتوقعات بتبقوا متخيلين إن في ناس هتفضل ماسكة للاعب الجديد أو أي لاعب جديد في الأهلي ماسكين له على الباص، لو كورة واحدة هيبدأ التقييم. خليه يدخل في الفريق بهدوء، أعتقد دخل النهاردة في التمرين وأول تمرينة للنادي الأهلي النهاردة بعد العودة من الأجازة وبعد